محمد يوسف نجم ومدرب الأهلي السابق حدوتة كروية. من مواليد 9 أكتوبر عام 1970 بدأ مسيرته في قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء عام 1981. كان عمره وقتها 11 عام. تدرج بالقطاع في المراحل المختلفة حتى بلغ فريق الشباب. كان لاعبا مميزا في مركزه في الجبهة اليسرى التي سيطر عليها في مراحل الناشئين المختلفة. نال إشادات متتالية من مدرب القطاع حتى جذب انتباه الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الألماني فايتسا المدير الفني للأهلي وقتها، الذي منح الثقة لمحمد يوسف مع الفريق الأول. كان بدايته مع زعيم الثغرة الاتحاد السكندري، وتحديدا في 19 أكتوبر عام 1989. منها بدأت انطلاقته مع الفريق الأول للمارد الأحمر لمدة 10 سنوات حتى عام 1999. صال وجال في الجبهة اليسرى، كان مرعبا للمنافسين يعملون له ألف حساب. نظرا لسرعته وقدرته على المراوغة، كان يشكل خطورة على مرمى المنافسين سواء في صناعة الأهداف أو هز شباك المنافسين. كان له دور بارز في مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية، فقد أحرز الهدف الثاني. كان علامة في مباريات القمة التي يشارك فيها حتى وصل لفورمة مزعجة للمنافسين. بعدها انتقل لخوض تجربة الاحتراف في الدوري التركي. البداية كانت مع نادي دينزلي سبور التركي، قضى معه موسمين كان من بين الأفضل في صفوف فريقه، بالإضافة إلى موسم آخر مع نادي ديار بكر التركي. بعدها عاد للدوري المحلي من بوابة إمبي، قضى مع الفريق البترولي موسمين اختتم بهما مشواره داخل المستطيل الأخضر، ليتجه بعدها إلى التدريب. محمد يوسف كان له صولات وجولات مع المارد الأحمر على منصة التتويج، حصد الألقاب حيث حقق 16 بطولة متنوعة خلال مشواره مع الأهلي، منها 6 بطولات في الدوري الممتاز ومثلها في كأس مصر، بطولة أبطال دوري أبطال إفريقيا عام 1993، كأس الاتحاد عام 1990، بخلاف عدد من البطولات العربية التي حصد فيها المارد الأحمر أكثر من لقب في هذه المسابقة.